صراحة الحلال زوين والله الحلال زوين. كيقول لك واحد المثال، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. اللهم قليل مداوم، بعدا كاين راكي كتصوري النهار ديالك، بعدا كاين عندك فلوس في جيبك، ماشي بحال قاصة في الدار ناعسة ما خدامة مرداعة. لحقاش فكرت اللونطيمة ديالي بقى فيها حال بزاف. باغا نوصل وباغا نكمل فيها ولكن ما كتشافش. ما تمشي غير في مشاك الله، واللي مكتابه لك هي اللي تعيش الصراحه. والله نصيحه مني لكاع الدريات وكاع الدراري، الخدمه زوينه والحلال زوين، وما ننساوش عاوتاني مدينه اسفي يعني فيها دراري، فيها مواهب زوينين، فيها دراري خدامين، فيها الناس بالدبلومات ديالهم، ولكن ما داروا حتى شي حاجه. فالعصر نبقى خدامه، نقعد نفيق مع 8 الصباح نبقى خدامه حتى 10 الليل، ما عنديش مشكل، كنحس براسي مرتاحه في الخدمه. الخول اللي بيعيش مرحبا فيه في السوق، والله العظيم مرحبا ومرحبا بكم انتم مره اخرى، وهالليمون عصركم. السلام عليكم، معكم نعيمه 23 عام من مدينه انسفي، كنبيع ونشري في العصير ديال الليمون. المهم نختصر لكم، المهم هاد الحرفه هذه من الوالد وجدي الله يرحمه، كانوا اول ناس كانوا داروا العصير في اسفي، وبقات ديك الحرفه لمده طويله بقى خدام فيها الوالد. صافي من بعد شدات اختي بقات خدامه فيها، صافي من بعد ما بقاتش اختي وليت انا شاده الحرفه مع الوالد، لحقاش هي اللي كنتمعشوا منها وبخير الحمد لله. وبالنسبه للسوق، السوق ديال البركه تبارك الله السوق زوين، يعني الناس من اللي جيت حطيت الكروسه ديالي تعاملوا معايا زوين، بانت لهم دريه بغات تخدم على راسها، يعني بات تصور فلوس بدراعها هي، يعني ما تسنى حتى شي واحد يعطيها شي حاجه وتعاون الوالدين ديالها. قالوا لي مرحبا بك، عطوني البلاصه نجلس فيها في السوق خدامه بها، كيتعاملوا معايا زوين الناس، كيجيو يتقداو عندي. بالنسبه ملي كنبغي نمشي نتقدا كنفيق مع الصباح كنهبط للمارشي، كنمشي كناخذ الليمون، كنعزل الليمون، كنختار داك الشيء ديال الليمون السلعه اللي باغاها، صافي كنجي فحالي. كيجي السيد من تريبورتور كيجيب لي السلعه حتى لهنايا السوق بركه، كيتخلص كيمشي بحالو، كنبقى انا خدامه، ومن السلعه حتى هو كيدير المزيان عاوتاني مع الناس كاملين، كيعطيك السلعه باش تخدم، ماشي كيقول لك خلصني في ديك الساعه، كيعطيك السلعه باش تخدم، ومن بعد كيجي كيتخلص فلوس وكيبقى الروتين ديالك بحال هكا. وكل نهار ورزقه، كيجيو عندك الناس خدامين كيجيو كيضحكوا معاك. بالعكس اصلا الفيديو الاول ملي كانت له يعني لقيت واحد الاقبال مع الناس زوين، يعني زعموني ودعموني بزاف، كيقول لك كملي في الطريق، يعني افونسي حياتك لقدام، ماشي تبقاي غير مريحه. وتحيه للبنات كاع اللي كيخدموا بدراعهم وكيجيبوها حلال، تحيه لهم كاملين. واش غنقول لك، مرحبا بهم في سوق البركه. كاينه موتيفاسيون من طرف الناس؟ كاينه الصراحه، بالعكس الناس كيعاملوك زوين وباغينك يعني توصلي، بحال كيدفعوا فيك باش يلونسيوك مزيان. هذاك الشيء اللي عجبني انايا وحاولت انني نكمل في هذا المشروع، وان شاء الله غنكمل فيه حتى ندير البروجي ديالي فيه ان شاء الله. هذاك الشيء اللي باغا ندير غنكملو، لحق سوق البركه ما عنديش فيه انا البلاصه اللي غنبقى مريحه فيها العام كامل، عندي غير هذه الوقيته ديال الشهر ديال رمضان هي اللي غنخدم فيها هنا، صافي من بعد ما غاديش نبقى خدامه هنا، يعني غادي ندير البروجي ديالي وغادي نكملو ان شاء الله. تشوفوا فيديو اخر عاوتاني من نعيمه في حله جديده عاوتاني البروجي ديالها ان شاء الله. لا الليمون ما غاديش يحبس، لا غادي يكمل ان شاء الله، ما غاديش نحبس هذه الحرفه كاع نهائيا، غادي نكملها طول حياتي ان شاء الله. تنقات البروجي فيها كاين شويه، الحمد لله كاين بخير مزيان بعشره. الصراحه الحلال زوين والله الحلال زوين. كيقول لك واحد المثال، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. اللهم قليل مداوم، بعدا كاين راكي كتصوري النهار ديالك، بعدا كاين عندك فلوس في جيبك، ماشي بحال قاصه في الدار ناعسه ما خدامه مردامه. انا ماشي كنقول كاع ديك الدريات اللي ما خدامين مردامين ما عندهم ما يدار، كله كيدار ليه الله. انا بالنسبه لي ما بقاش نبقى قاصه بلا خدمه، لحقاش ضروري خاصني نعاون الوالدين ديالي، يعني حتى شي واحد ما خدام في الدار، يعني حتى شي واحد ما خدام، لا بابا لا ماما لا حتى شي واحد، يعني غير الوالد كيجي يعاونني في كروسة العصير. يعني بالزمني خاصني نكمل في هاد البروجي ديالي باش نوصل المصروف ديال الدار الوالدية، داكشي علاش خاصني نكمل. لحقاش كنشوف راسي
لقيت بحال هكا احسن، لقيت راسي غادي انفونسي حياتي احسن مزيان بحال هكا. علاش غنوصل شي حوايج؟ الا كان بنادم عنده واحد الطموح وبيوصل شي حاجه غيوصل ليها. انا كنت كنتريني في السيكليزم، ماشي مكنتش كنتريني، كنت شامبيون د ماروك، كنت يعني عندي 5 سنين في عمري كنت كندير فو كونتاكت، كندير تيكواندو، درت العاب القوه، درت لا فيتيس 100 سكوند، درت جافلو، ما خليت ما درت صافي. اخر موي بقات عندي سباق الدراجات، كنت كنتريني، بقات كندير شي مده ديال 6 سنين صافي. من بعد وقع واحد المشكل مع الفرقه صافي، مشيت للقنيطره سنيت مع الكاك، بقيت معاهم حتى هما صافي. من بعد ديك الفرقه ما بقات صافي، رجعت لاسفي صافي، ما بقيت ترينيش ما والو. حتى من بعد ان شاء الله فهاد الصيف هذا غنبقى خدامه وغنشوف واحد الفرقه عاوتاني وغادي نرجع نتريني ان شاء الله. الهوايه ما نفرطش فيها الصراحه، ما كاين ما احسن من بيكالا والله العظيم. خرجت منها وبقى فيا الحال، تصور دابا تفكرتها جاتني البكيه ملي خرجت من بيكالا، بقى فيا الحال بزاف، كنت باغا نكمل وباغا نوصل وباغا ندير بزاف د الحوايج ولكن ما كتبش، ولكن الحمد لله هادشي كامل كامل غيتعاود ان شاء الله. لحقاش تفكرت لونطريمون ديالي، بقى فيا الحال بزاف. يوسف هذا خويا صراحه كنت باغا نوصل وباغا نكمل فيها ولكن ما كتبش، ما تمشي غير في مشاك الله واللي مكتبه لك هي اللي تعيش الصراحه. لا كنبغي نقول لهم عمركم تفكروا بحال هكاك، لحقاش ما كاين شي واحد يدق عليك في الدار ويقول لك هاك باريزيانه باش تفطر ولا هاك كاساتاي باش تفطر ولا شي حاجه. بالعكس، خرج قلب على راسك، خدم، دير اي حاجه. بالنسبه للدريات كاع لما لقاو ما يديروا في هذه الوقت ديال رمضان، جي ديري غير البغرير، بيعها الخبز، ديري اي حاجه. مهم بعدا كاين غتصوري الفلوس ديالك، ماشي بحال تبقاي مريحه لا خدمه لا ردمه لا والو. والله نصيحه مني لكاع الدريات وكاع الدراري، الخدمه زوينه والحلال زوين. وما ننساوش عاوتاني مدينه اسفي يعني فيها دراري، فيها مواهب زوينين، فيها دراري خدامين، فيها الناس بالدبلومات ديالهم ولكن ما داروا حتى شي حاجه. الحق ولله ما نكذبوش، مدينه اسفي فيها ناس الله يعمرها دار، ما كاينش اللي ما عايش في اسفي، كلشي عايش الحمد لله. بالخصوص في هذا الشهر المبارك ديال رمضان كلشي كيعيش، كاين اللي فقير اللي منسي شحال ما شايفينو بنادم، حتى كيجي السوق كيشوفوه الناس كيتعاملوا معاه، يعني كلشي واكل وكلشي شارب. نصيحه مني كاملين اللي نوضوا يخدموا ويتحركوا على راسهم. وخا اسفي نقولوا مدينه الحمد لله عليها، لحقاش صراحه هذاك لونسي راه هالك بنادم. وبغيت نعرف انا حاجه واحده، هي الدراري عندهم ديبلومات ديالهم، عندهم كلشي وما خدامينش، وكتمشي كتشوف داك القنت، كتمشي لوسيبي كتخدم، كيقول لك كتقلب ما كتلقاش شي واحد ولد اسفي خدام. هادي فاش كيبقى فيا الحال كنقول ولاد مدينتي يعني كابرين في هاد المدينه وقاريين في هاد المدينه وعندهم ديبلومات في هاد المدينه وشادين الباك في هاد المدينه وما خدامينش، كيجي البراني كيخدم فيها. ما فهمناش الناس شنو كيتعاملوا بحال هكا. هادشي علاش كيبقاو فيا حتى انايا الناس اللي بحالي، ما كيبقاش فيا غير راسي، كنحس باي واحد، كيبقى فيا اي واحد، كنحس براسي انا بحال هذاك وبحال هذيك وبحال هذيك وبحال هذاك. المشاكل اللي مع المشروع ديالي حاليا ما بقيتش شي صعوبه فيه ولا شي حاجه، الصعوبه اللي عندي اللي كنتكرفص فيها هي البروده، حاجه وحده هي. ملي كنبغي نمشي نجيب لا كلاص كنجيبو ما كيبقاش مع الصاد صافي دغيا كيمشي. واخا عندي واحد جوج ثلاجات كندير فيهم لا كلاص باش كيبقى شاد ليا البروده، ولكن ما كيشدوش البروده مزيان. داكشي هذاك هو المشكل اللي كيبقى عندي. اما انا راه مولفه العصر، نبقى خدامه، نقعد نفيق مع 8 الصباح نبقى خدامه حتى 10 الليل، ما عنديش المشكل، كنحس براسي مرتاحه في الخدمه. المشروع ديالي ان شاء الله غادي نطوره من هنا لقدام، ما بقيتش بغيت نخلي غير الكروسه. انا اصلا ملي كنت كنسوق السيكليزم فكرت انني ندير بيكالا تريبورتو، ولكن فكرت فيها ما لقيتش انني العقابي وداكشي ملي غنبغي ندي بلاصه في اسفي كل بلاصه نحط ما غاديش تعاوني بيكالا. فكرت عاوتاني بنت طلع غير سيدي بوزيد ما غاديش تطلعني بيكالا، داكشي علاش قلت ان شاء الله غندير البروجي ديالي، غندير اما تريبورتور غنقاد فيه اللور ديالي وغنقاد فيه البروجي ديالي، ولا غنصايب شي هوندا ان شاء الله وغندير فيها البروجي ديالي ونكملو. غنكمل ان شاء الله في وقت الصيف العصير وفي وقت الصاد وفي وقت البرد غادي ندير ساندويتشات ان شاء الله. كنوجهها لجميع الناس وكاع الناس واي واحد بيعاون نائمه مرحبا. انا ما باغاش شي حاجه، باغا غير نكمل البروجي ديالي ان شاء الله، وكنبغي نوصل الرساله للناس ديال اسفي كاملين. كنقول لكم مرحبا بكم، وكنشكر الطاقم التقني اللي موجودين، الناس اللي مقابلين هذا السوق هذا، منهم نيت الاخ زهير والاخوات كاملين. الصراحه السوق زوين في المستوى، ما فيه لا سرقه لا حتى شي حاجه، وتبارك الله الحوت زوين، واي حاجه كاينه في هذا السوق تبارك الله زوينه. والله الخو اللي بيعيش مرحبا فيه في هذا السوق، والله العظيم مرحبا، ومرحبا بكم تنتوما مره اخرى، وهالليمونه صاروكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.